الجوزاء، والأسبوع الثالث من شهر تموز جولاي يوليو 2024. يا عزيزي، ابتداء من تنين 15 بتصادف مناخ جيد جدا حتى تبحث فكرة مهنية واعدة، بس يمكن تضطر إلى التروي شوي والصبر والانتباه حتى ما ترتكب حماقة بمجال حسابي أو مالي، وربما كمان تتحفظ شوي قدام بعض القرارات خاصة بين الخميس والجمعة، الخميس 18 والجمعة 19. يمكن تشتد المنافسة بهاليومين، أو بتلاقي نفسك بموقف محرج شوي، أو بتعذر عليك ترجمة أفكارك بصورة عملية. في هيك أيام الواحد ما بيعرف يعبر عن حاله بطريقة ناجحة. القمر بيكتمل يوم الأحد 21 ببرج الجدي، يمكن يتحدث عن غرام النظرة الأولى بيتم بآخر هالأسبوع وبداية الأسبوع الجاي، أو يمكن تم بوقت سابق بس هلأ بآخر هالأسبوع بتكون شرارته مشتعلة جدا جدا وأكثر من السابق. إذا أنت عندك مناخ جيد وعندك منافسة وموقف حرج وبلبلة بطريقة تعبيرك عن الأفكار، ثم يمكن يكون عندك غرام من النظرة الأولى. تنشوف جمعة الجاي شو في جديد أو كيف رح تكفي مسيرتك.